ابو فارس باين راجع بكير. لك اخي انفيري قالوا للحمار قالوا له ليش انت حمار؟ قالوا ما عم يصح اللي يصير بني ادم. خير شبك ليش هيك عم تحكي؟ اخ بقول الاخ يا انفيري وبيطلع من صدري كبتيل شحار ودعابيل غبره. خير عمي ليش؟ صحي وينه فارس؟ روح يجيب المهندس حتى يصلح التراكتور. يوه ليش شو بالتراكتور؟ بوطس بأرض وبوطسي مثل الخنفسي الميتي أو الزلح في الفطسانة. شو عم بتقول؟ إيه الله يسامحني يا أبو عجلي شلون طردتك من الحقل كأني عم بطرد تيس أو بغل.